وعن تطور الخلاف بين بغداد وأربيل على النفط بعد قرار المحكمة الاتحادية، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الصحفي والباحث السياسي نوري حمدان. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بك، شكرا جزيلا لكم على هذه الفرصة. حياك الله. الخلاف النفطي بين بغداد وأربيل يتجه نحو مزيد من التأزيم والتعقيد، كيف ترى الأسباب الحقيقية وراء هذا الخلاف؟ الحقيقة أن هذا الخلاف هو لم يكن جديدا، ولكنه يعني قديم جديد نستطيع أن نقول عليه، وهو بدأ في اللحظات الأولى لكتابة الدستور. نعم. وهذه يعني بغداد، القوى السياسية في بغداد وكذلك الإقليم هربوا من الدستور وما يطلق عليه بالمصطلح السياسي الهروب إلى الأمام، بتحويل الخلاف حول هذا الموضوع من بس يعني من حسم القضية في الدستور إلى تشريع قانون النفط والغاز. نعم. لم يتمكنوا من حسم القضية أو حسم ما يتم تداول يعني كيفية التعامل مع الثروات الطبيعية الوطنية في الدستور، وأجلوا إلى قانون النفط والغاز، وتحول من قضية هو بالحقيقة أنه قضية قانونية، تحول من قضية إلى قانونية إلى ورقة سياسية يلعب بها القوى أو تلعب بها القوى السياسية كما تشاء أو متى ما تشاء حسب الخلافات السياسية. أنت تعلم اليوم هنالك صراعات حقيقية حول تشكيل الحكومة الجديدة، وهذه الخلافات يعني وصلت إلى مستويات بعيدة وعالية المستوى، بالتالي جميع الأطراف يستخدم كل ما لديه من أوراق للضغط على الآخر. نعم. فهذا الحقيقة أنه ورقة النفط ما بين الإقليم وبغداد هو ورقة سياسية الآن للضغط على حكومة أو القوى السياسية أو الحزب الديمقراطي الكردستاني تحديدا، ل يعني للخضوع إلى بغداد ومن ثم تشكيل حكومة كما ترغب القوى السياسية المتنفذة اليوم على القرار في بغداد. كيف ترى تأثير انسحاب ثلاث شركات نفط أمريكية من أربيل بعد قرار المحكمة الاتحادية؟ الحقيقة شوف، هو المشكلة أنه ما بين، هو ليش نقول إحنا المشكلة أنه قانونية، ما بين الخلاف الحقيقي القانوني، الخلاف القانوني ما بين بغداد وإقليم كردستان، نوع العقود التي تم توقيعها في بغداد مختلفة تماما عن العقود التي تم توقيعها في إقليم كردستان مع الشركات الأجنبية، والخلاف ما بين الطرفين، كل الطرفين يتحدثون عن عدم دستورية هذه العقود، وهي هذه الإشكالية. الحقيقة الخاسر الأكبر في القضية هو الشعب العراقي من تمكنه من والاستفادة من ثرواته الطبيعية وفق القانون والدستور، بما تم تعاقده مع الشركات الأجنبية إذا كانت في إقليم كردستان أو في بغداد. ما يخص تحديدا الشركات التي انسحبت من إقليم كردستان، هو بالتأكيد سوف تشكل ضررا حقيقيا على أداء الحكومة في إقليم كردستان، حكومة إقليم كردستان من ناحية إنتاج وإدارة الثروات الطبيعية. هذه مشكلة، وهم يعانون أيضا من مشاكل جمة اقتصادية بسبب علاقة يعني بسبب عدم التفاهم بشكل واضح ودقيق مع بغداد حول توظيف الأموال، حول تسليم حصة إقليم كردستان. هذه إشكاليات حقيقة كبيرة جوهرها سياسي، خلاف ليس يعني قانوني بحت، هو قانوني ولكن المراد من عنده أن يكون هو ورقة سياسية يلعب بها الأطراف. نعم. بالمقابل أربيل تتحدث عن تأسيس شركتين في كردستان العراق لتنقيب وتصدير النفط، هذه الخطوة برأيك كيف سيكون مردودها على واقع الخلاف مع العاصمة بغداد؟ شوفوا، المشكلة إذا ترجع لجذرها القانوني تلقاها مشكلة هي قانونية ما بين بغداد وأربيل. نعم. لأنه الدستور ما فسر بشكل واضح ودقيق نوع العلاقة أو استخدام الثروات الوطنية على مستوى العراق بشكل عام، من يدير الثروات الطبيعية؟ وبالدستور
هنالك نص واضح انه الثروات الطبيعيه هي ملك لكل العراق، لكن من يدير هذه الثروات؟ كيف تدار؟ يفترض انه تحدد في قانون النفط والغاز. قانون النفط والغاز من يوم تشريع الدستور الى اليوم، يعني من يوم التصويت على الدستور الى اليوم، لم يتمكن او لم تتمكن هذه القوى السياسيه في بغداد واربيل من وصول الى حل او الى تفاهمات تجعل من عندهم تشريع قانون النفط والغاز، وبالتالي تحسم كل هذه القضيه. ولكن اذا تبقى الامور كما هي، بغداد ستطعن بهذه الشركات وتعتبرها غير شرعيه، وقد ايضا تعود الى مره اخرى الى المحكمه الاتحاديه وفق هذا التشكيل، او تبقى هذه الشركات تعمل في اطار الاقليم فقط، وهي ايضا ما راح تنفع الاقليم بشكل جوهري. يفترض انه يكون العمل متكامل مع بغداد، يعني الشركه الانتاج النفطي اذا كانت في الاقليم يجب ان تكون هي متكامله مع سومو، لانه بالنتيجه المفروض الانتاج على مستوى الوطن، على مستوى العراق، وهذا يتم الاتفاق عليه. يفترض انه ما بين بغداد الحكومتين، حكومه بغداد وحكومه اربيل. طيب، يعني هذه الازمه تضاف الى سجل ازمات سياسيه واقتصاديه وامنيه بعد عام 2003 بين بغداد واربيل. هل تعتقد وفي ظل هذا التضارب بين المواقف بين شركاء العملية السياسية وحرص كل منهم على تحصيل أكبر فائدة شخصية، هل تعتقد يمكن أن يجد الطرفان نقطة وسط للالتقاء؟ لا، أنا أشوف حقيقة أنه لا أعتقد، واستبعد تماما أن يتفق الطرفان على نقطة لقاء. هو النقطة الأساسية التي يلتقون بها هو تشكيل حكومة بغداد، تشكيل الحكومة العراقية. التوافقات التي تتم في تشكيل الحكومة العراقية بعدها مباشرة، بعد ما يتم من خلال التجربة، بعدها مباشرة يتم الخلاف ما بين قوى، يعني تشكل الحكومة وفق التفاهمات وفق الاتفاقيات ما بين الطرفين، ولكن سرعان ما نجد الخلافات تعود إلى سطح، تعود إلى التصريحات السياسية المتشنجة ما بين الطرفين، ولا حكومة بغداد تتمكن من حسم يعني ما هو قانوني، ولا حكومة إقليم كردستان تتمكن من حسم ما هو قانوني بسبب الخلاف السياسي حقيقة، وليس الخلافات القانونية، لأن الخلافات القانونية يفترض أنه لدينا قوانين واضحة ممكن الوصول إلى حلول، حتى إدارية، يعني قانونية وإدارية ممكن الحصول إلى بسهولة. لكن الخلافات الحقيقية هي خلافات سياسية تتطور وتتجذر باستمرار ما بين القوى السياسية في بغداد وكذلك في إقليم كردستان. تمام. كان معنا من اسطنبول الصحفي والباحث السياسي نوري حمدان عبر الهاتف. شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في بانوراما الرافدين.